تحديث فيلمورا الجديد فيرجن 13.6.4 بيجيب لك ذكاء اصطناعي حرفيا في كل حاجة. يعني انا حرفيا اقدر اشيل البتاعة دي بالذكاء الاصطناعي وما تلاحظش ان هي مش موجودة اساسا. فيلا بينا على البرنامج اوريك ادوات الذكاء الاصطناعي اللي اتضافت بتعمل ايه وقوية قد ايه. اول اداة وديت اهم اداة في التحديث الجديد وهي الـ AI Remover، ودي باختصار عاملة زي جنريتيف فيل ولكن للفيديو اللي هي نزلت في تحديث لبرامج تانية زي الافتر افكتس. فاللي هو الموضوع جامد جدا وبسيطة، كل اللي انت منك بتحدد الحاجة اللي عايز تشيلها، تستنى كام ثانية كده وخلاص اتشالت بس كده. الموضوع سهل جدا وجربتها في كذا حاجة ودقيقة، ولكن ما تختارهاش في حاجات او في وسط حاجات ملعبكة، حاجات فيها حاجات كتير مش هتعرف ان هي تتشال كويس قوي وهيبقى شكلها يعني منغمش شوية، فانت اختارها في حاجات بسيطة شوية. عايز تشيل حاجات موجودة في الكادر شكلها مش لطيف بس سهل ان هي تتشال عامة، فهتلاقي حلوة جدا. هي لسه ديت اول تجربة ليها، مع التحديثات اللي جاية هتبقى احسن بكتير وادق بكتير. تانية ده وهي السمارت سيرش. انت لو بتعمل بروجكت كبير او بتصور مشاهد كتيرة جدا، فبالسمارت سيرش تقدر انك انت تعمل بحث بالشكل، بالحاجة اللي موجودة في الفيديو، بالكلام اللي انت بتقوله في الفيديو او في ملفات الصوت، او توصف له المشهد عبارة عن ايه وهيطلع لك الكليب او المشهد او الفيديو اللي انت مصوره او الصوت اذا كان موسيقى ويطلعها لك. دي مفيدة جدا لو انت عندك ميديا كتير ومش عارف تنظمهم، حطهم كلهم جوه هناك في المورا، ابحث باللي انت عايز تبحث عنه وبس، هيظهر لك من وسط داتا كتير جدا، وده هيفيدني في الفيلم اللي انا بصوره اصلا او فيلم قصير كده بصوره في كليبات كتيرة جدا، صور اكتر من 50 مشهد لغاية دلوقتي، فعشان اقدر الاقي الحاجة بسرعة هستخدمها اكيد الاداة دي. تلات اداة وانا بستخدمها دلوقتي حالا وهي AI Voice Changer، وهي بتغير صوتك على حسب الفلتر او الفلتر اللي موجودة كتير جدا منها اصلا جوه برنامج في المرة. حاجة لطيفة وجميلة جدا ودقيقة جدا ولكن انا بحبها اكتر، وهي الـ AI Voice Cloning، وهي كنت عامل عنها فيديو قبل كده، وهي انك تنسخ صوتك لأي لغة تانية انت عايز تتكلمها. Vous lisez quelques phrases comme celle-ci en anglais et après cela vous pouvez parler n'importe quelle langue avec ta voix, le vrai toi, la voix avec laquelle tu as parlé. باللغة دي، صيني، هندي، ياباني، تركي، فرنسي، ايا كانت تقدر انك انت تتكلم بأي لغة، مجرد ما انت تتكلم جملتين على بعض بياخد صوتك، تعمل نسخ لصوتك وتعيش حياتك. تقدر بعد كده تفتح قناة باللغة اللي انت عايزها وانت تتكلم قدام الكاميرا مع انك تكتب الكلام اللي انت بتقوله وخلاص. رابع اداة وهي الـ AI Stickers، وديت عامل زي انك تصنع ستيكر بالبرومت او بالوصف اللي انت بتوصفه للبرنامج. تدخل جوه الستيكر وتعمل AI ستيكر، وبعد كده بتكتب له الستيكر انت عايزه عباره عن ايه. هو مجرد بيجيب لك ستيكر ثابت او بيجنريت صوره ثابته مش متحركه بقى وكلام من ده. لسه في التحديثات الجايه هتبقى حاجات متحركه وجميله جدا الصراحه. فكل اللي عليك بتعمله انك بتكتب له انت عايز الستيكر شكله ايه بالظبط، وهو بيعمل لك ستيكر بالشكل اللي انت عايزه، وتستخدمه بقى زي ما انت عايز. اذا كان ستيكر شكله غريب، شكله جميل، شكله لطيف، نرسم مثلا قطط كده تقرا مش عارف ايه، هيجيب لك الاستيكر بتاعهم وزي الفل وشغال جميل جدا. اخر اداه وهي الاي اي فوكال ريموفر، وديت بتخليك تقدر تشيل اذا كان لو في مثلا موسيقى في الخلفيه وعايز تعزل الموسيقى او تشيل الموسيقى بس، او انك انت تشيل صوت اللي بيتكلم بس، تقدر تعمل كده. In a word, focus on material things. In a word, focus on material things. يعني انا ممكن اشيل صوتي او ان انا اشيل صوت الموسيقى اللي في الخلفيه، بتاخد زرار بيعرف يفصلهم وتقدر تفصلهم وتميزهم عن بعض وكلام من ده. فاداه ذكيه جدا وجميله جدا وبتتطور اكتر مع الوقت. هي دي كل التحديثات الجديده في التحديث الاخير لبرنامج فيلمورا في فيرجن 13.6. فتاكد انك تعمل تحديث للبرنامج من الرابط اللي في صندوق الوصف، واتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.